الجمعة في السجادة الحمراء. ضيف النهاردة كان جوكر في الملعب، اختار الفانلة الحمراء وكمان جمهور الأهلي هتف له من التالتة شمال. لقاء خاص مع الكابتن شريف عبد الفضيل. صفقتك مع الأهلي عملت حديث. انتماء أكتر وحب لكيان النادي الأهلي عشان اللعب في الدرجة الأولى في النادي الأهلي مش سهل. انت بتلعب على الفوز على طول. ولأول مرة نقترب منه بلا أسوار. لكن انت ما خدتش حقك في المنتخب ليه؟ لكن انا اكتر لعيب حضر معسكرات وتجمعات منتخب. لكن الكابتن حسن شحاتة وحظي برضو ان هو كان متواجد طول الفترة دي. حوار بلا خطوط حمراء على السجادة الحمراء. بعد ما اتكلمنا عن الكورة عايز اقول لكم عن مفاجأتنا وهي رنا سماحة. مهودة حما الحلوة والمرة معاه. النادي الأهلي لا يقبل التعادل. في السجادة الحمراء الجمعة الساعة 10 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.